من صام رمضان ايمانا واحتسابا ومن قام رمضان ايمانا واحتساب فسابق ايمان دخول بيه. يعني بقوي الايمان في العبادات تمام في رمضان، بس انت سابق ايمان داخله بيه. اجيب منين في الست ايام الايمان ده؟ اسمعوا معايا عشان الكلام النهارده مهم جدا. ازاي ادخل بسابق احتسابا؟ يعني كده زي ما بنقولها كده، ما شاء الله علينا بنبوظ الخمار كل مره. تجيب العمل وتقفلي عليه احتسبته لله، يعني انا بعمل هذا الامر حسبة لك يا رب ومقفول كده عليه، وابتغاء وجهك مش اخلاص، ده تجرد اعلى من الاخلاص، ولا اشترك في حد نهائي نهائي. لا مش عشان زوجها يشوف اصلك صليتي، مش عشان ابن مش عارف، ولا اصلا لما عيالي يشوفوني. لا عدلي نواياكي، انت مش بتصلي عشان عيالك يقتضوا بس، لا ده ممكن حاجه اوبشن تاني، لكن العمل هو لله والوجه لله، ده معنى احتسابي. طب ايمانا هو ده اللي احنا عايزينه في الست ايام. انا عايزه في الست ايام ده تجلوني نفسك كده والقلب كده تصفريه عشان اخش بسابق ايمان. مين تقول لي اسهل حاجه وايسر حاجه وهي اللي هتنفعنا في الست ايام دول ادخل بيها على الله عز وجل واقوي بيها ايمان؟ مين تقول لي وادعي لي؟ سلامة الصدر. جميل. ايه تاني؟ التليين والصبر. اجيب منين التليين ده اللي يخش بيه قلبي افتح بيه قلبي؟ ها الدعاء. تقوى الله عز وجل. كبيرة في كل الكلام ده معاني. الاستغفار. الاستغفار. ها قربتي. ها قيام الليل برضه، ما هو محتاج، ما مش هتقوم كده الا لازم ذنوب مستغفرة. ها توبة وايه؟ ايوه الله يفتح عليك. اسمك ايه؟ الهام. اللهم اغفر لاختك والهام، قولوا امين. دخلها الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب واحنا معاها. الله يفتح عليك. الذكر. ولا ذكر الله اكبر. اكبر من ايه؟ من الجهاد والصوم والصلاه والصيام وعباده سهله تؤجري لو اجتمع الجنان مع اللسان وحال القلب. تمام خدتي ثواب. طب اجتمع اللسان تاخدي ثواب. العباده الوحيده اللي اذكره قائما وعلى جنوبكم وانت نايم وانت طالع وانت في اي مكان. الذكر يلين القلب. شفت ان قالت هنا تليين؟ يلين القلب. الذكر يمحي القلب. اقول الله سبحانه وتعالى لكن انا ايدي ايه؟ ده عليها ران القلب. اجي اقرص يعني ايه؟ رقصه مش حاسه شويه، لكن لما اشيل ايه ده؟ فلما اذكر الله الذين اذا ذكر الله ايه؟ ايوه كده. بصي كده اقول لا اله الا الله. ايوه في حاجه في القلب. اللي ما عندوش حاجه ولا قلب ارتعش راجع نفسه. اسمعوا اخطر حديث، حديث في ذكر انا لو كنت موجوده وساعتها، بس هو يجي النبي عليه الصلاه والسلام ساعتها وبعدين نشوف هنعمل ايه. النبي عليه الصلاه والسلام طلع في وقت الصح، واحده ونص بالليل، النبي عليه الصلاه والسلام في الشارع ويقول اذكروا الله جاءت الراجفه تتبعها الرادفه والموت بما فيه اذكروا الله. في الصحة اظن هتقومي مرعوبه، هتقومي جري ان شاء الله لو درجه الحراره كام، وهتقومي تتوضي وتعملي ايه؟ وصلي في المجال اللي اذكر اي من ليه؟ عشان اذكر الله. سيدنا عبد الله بن عمر لما كان يجي في يقيم الليل يقول للمولى بتاع اسحرنا، يعني جه الثلث الاخير، يقول له لا لسه، فيقرا قران ويصلي. لا اسحرنا لسه، اسحرنا قول يطوي مصحفه وسجادته واستغفر الله استغفر الله، يقعد ثلاث ساعات استغفر الله. بس مش من الاستغفار بتاعنا اللي هو محتاج استغفار اصلا، لا، ان انا احدد ذنب معين واقعد استغفر الله. يا رب والله معلش يا رب، والله عملت ما فعلت ذلك الا غفله، والله يا رب وخرجني الامان والشيطان لعب، استغفر الله يا رب مش هعمل كده تاني في ذنب اتفقت. مش يلا هيصه بقى كده واحنا ان شاء الله بقى. مش هقول لك يعني يكفي بالمرء نبلة ان تعد معايبه، كان زمان يعدوا ايه انا 10 ذنوب استغفر عليها. لا ما فيش كده ان شاء الله، انت لو عملت هتطلع لسه. الغفله ذات نفسيه عن الله سبحانه وتعالى، او يعني وانا بعمل ايه؟ ما الناس اهو بايظه والعالم مش عارف تاخرنا بقى، وبعدين احنا من اجابات في عصر شايف الدنيا عامله ازاي، ولا انت طول ما بتستصغري كده كانت كارثه كارثه. لكن تقديس معنى الله عز وجل في قلبي واوامر ربنا سبحانه وتعالى هو ده المطلوب. اذكر الله عشان يبقى حالي زي حال اللي كان بيموت، وبعدين قول قول لا اله الا قول لا اله، ما بيقولش اتخض وراح للنبي عليه السلام جاب، لا لسانه معلق في سقف حلقه من كتر لا، ما هي اللفه اهي اطراف السماء العليا. اهلا وسهلا. معلقه في سقف الحلق من كتر لا اله الا الله. احنا حالنا ايه بقى؟ تعالوا اما احكي لكم، تعالوا اما احكي لكم، بلاش الصحابه عشان عارفه الحديث. تعالوا اما احكي لكم عن طبيبه اسنان وعندها شغل في المستشفى، وبعدين تيجي معانا
تصلي الثلث الاخير والهيثم انه مجمع الحريم بقى والعيال كانوا صغيرين والدنيا بتاعتها كان جميل يعني عدى بس تبقي اصلا تتعبي وكان بس باقي اصلا وكانت تيجي تصلي معانا وبعدين تقعد للضحى وبعدين تروح في جامعتها في مستشفى تعمل وبعدين ترجع تاني ولما ترجع في قلب بالليل بقى ها تفضل مصليه ومواصله وهكذا احسب عدد ساعات نومها 3 ساعات مش قادر انا مش قادر خالص يا ابن هان والله ابن هان مش عارفه ايه والله يا ليه يا كابتن انا اسمي محمد فكان زمان يقولوا يا ام محمد هعمل ايه قلت لها هيروح ويبقى الاجر كل التعب هيروح الصحابه كانوا بيقتوا السرير ايه حبول كان يقتوا الفراش حبول مش قادرين كانوا فرسان بالليل يهدوا الدنيا بالنهار فرسان بالنهار ورهبان بالليل ما يعديش منك ركعتين القيام دول عينك روحك حياتك عايزه زوجك الرومانسي الحبوب اللي بيقول لك بحبك كل 8 ساعات زد المضاد الحيوي كده عليكي بركعتين القيام عايزه عيالك ربنا يصلح حالهم عليكي بركعتين القيام حال مع الله ما انتش قادره بعد العشاء ها جماعتين ده هنيجي احسن سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر كان بيصليهم بعد العشاء اما سيدنا عمر كان بياخد نفسه بالقوه كان يصليهم قبل الفجر احنا فين